كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا في جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. فتعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة هنتكلم عن الكرجي اللي هو اشتهر في القرن 11 الميلادي، وولد في الكرج في بلاد فارس، وما عندناش تفاصيل بالضبط بتاع تاريخ ميلاده ووفاته، ولكنه عاش فترة طويلة في مناطق جبلية وعمل بالهندسة وعمل في الحساب وعمل في الجبر، وانتقل بعد كده لبغداد وقعد في التصنيف والتأليف بقية حياته، ووضع قوانين ونظريات رياضية عديدة ما زالت تستعمل حتى الآن من غير ما حد يغير فيها بعد كده. بس يمكن هو الجزء المهم اللي عمله أنه أضفى الكثير من الرموز اللي احنا بنستعملها في الجبر اللي ما كانش الخوارزمي وضعها قبل كده. حقيقة من أهم مؤلفاته كتاب الكافي في الحساب، وكان قاصد بيه الموظفين وعامة الناس اللي عايز يحسب الزكاة، اللي عايز يحسب الوصايا، اللي عايز يحسب الإرث، ولكن بيبدأ أيضا بأنه يعلمهم في الأبواب المختلفة إزاي يقوموا بالعمليات الحسابية. ففي باب عن الضرب مثلا، وبعدين بيتكلم عن الكسور، وبعدين بيتكلم عن القسمة، وبعدين يتكلم عن حساب المساحات، وبعدين يتكلم عن الجبر والمسائل الجبرية، وإزاي الواحد يخش من الضرب والقسمة والنسبة والجمع والتفريق والجبر والمقابلة، اللي هو الكلام اللي كان كتبه الخوارزمي واللي هو أخده وطوره. حقيقة كمان كرجي له مؤلفات أخرى، فهو أيضا له شرح لكتاب إقليدس، وإقليدس زي ما أنتم عارفين ده كان عالم من علماء مكتبة اسكندرية القديمة وعاش في مصر طول عمره، والكتاب بتاعه اللي احنا لسه ما زلنا بنتعلمه في المدرسة لغاية النهاردة لما بنتكلم في الهندسة، المثلث والدائرة والمستطيل، كل ده من هندسة إقليدس. ومن الطريف ان الكرجي كان له كتاب تاني برضه مشهور قوي اسمه أنباط المياه الخفية. ده كتاب يشرح ازاي الواحد يطلع المية من بطن الأرض. طبعا ده كان كتاب مهم بالنسبة للناس اللي عايشة في الصحراء واللي يهمها قضية المية بصورة أو أخرى. الحقيقة الكرجي عالم جليل نفع العلم والمعرفة في الإنسانية كلها، ورفع رأس كل علماء المسلمين.